لقد شهدت زيارة الوزير تطورا نوعيا في درجة عالية من الأهمية في تاريخ علاقتنا القوية والمتشعبة، وهو توقيعنا سويا منذ قليل على اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الصديقة، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سلسلة من جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية، وتتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويتيح هذا الاتفاق لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، ويفتح أفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط. من هذا المنطلق، لقد كانت علاقات الصداقة بين مصر واليونان عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق المتوسط ومجابهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن السياسات غير المسؤولة الداعمة للتطرف والإرهاب ونشر الأفكار الراديكالية، بالإضافة للخروج عن قواعد القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية.